من هو أكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف من ضربات الجزاء في تاريخ البريمير ليج حتى عام 2022؟ 27 هدف، وطبعاً ما هوش محمد صلاح. أخم مين؟ هاري كين. هو هاري كين أكتر واحد سجل من ضربات الجزاء فعلاً، ولكن هاري كين إنجليزي، ما نقدرش نقول عليه أجنبي، فاهم؟ هو لأ، لعب من جنسية تانية. مصطفى، إجابة خاطئة. بوجا. كريستيانو رونالدو. رونالدو لعب وقت قليل جدا في الدوري الإنجليزي، مش كتير يعني. طبعا يا موهجة، إجابة خاطئة. أسطورة مان سيتي سيرجيو أجويرو. أجويرو. أرضك.